المكان موجود فيه بنات بس مش مسموح ان هو يتواجد فيه اولاد. الفكره كلها ان هم يدوا بنسبه 100% حريه للبنت ان هي تقعد براحتها, تعمل اللي هي عايزاه, تختار يعني بالظبط من غير القيود اللي هو الموجوده لما يبقى في ولد موجود في المكان اللي انت قاعده فيه. لانه طبيعي بطبيعتك كبنت لازم يبقى في قيد عليكي لما في ولد موجود في المكان. احيانا في بنات بتيجي هنا عشان خاطر انها تقعد تستجم مع نفسها بس مش اكتر, او انها تيجي عشان تذاكر. في عندهم المطبخ جوه, احيانا في ناس يمكن في وقت من الاوقات في بنات هم اللي بيعملوا الاكل. لا, في ناس وصلت لمرحله ان هي ممكن تجيب الاكل بتاعها وتدخل تعمله بنفسها جوه. في مثلا في المكان كده مثلا في الويش بورد انك انت تبقي قاعده كده وفي في دماغك جت امنيه فتروحي جايه كاتباها وحطاها على الحيط, وتيجي بعدها بوقت بعد مثلا باسبوعين ثلاثه 10 سنه شهر فكري هل انت حققتي حاجه من الويشز بتاعتك, الاهداف بتاعتك او الامنيات اللي انت كنت عايزاها ولا لا. بالنسبه لدماغي انا مكان يعتبر صغير قوي عن الحاجات اللي انا المفروض ان انا اعملها, لان انا كان طموحي ان انا مش مجرد بس مكان البنات تتعلم فيه او تيجي تقعد فيه او كده, لا انا عايزه اعمل مجتمع كامل للبنات. فان شاء الله في خطه كده ان هو في فتره قريبه يبقى مكان اكبر من كده, يبقى فيه اكتيفيتيز اكتر, نشاطات اكتر, مش مجرد بس ان هو متوصل على الكورسز اللي انا بعلمها او كده. لا, كل حد عايز يتعلم حاجه يقدر ان هو يعلمها في المكان, حتى لو مش هو مش جزء من المكان. يعني ممكن يجيب يعني انا انت مثلا بتعرفي ترسمي, عايزه تعلمي اصحابك الرسم, خلاص تعالي اقعدي في المكان وعلمي اصحابك الرسم. مش مطلوب منك انك انت تحجزي مكان بقى ومش عارفه, لا هو كانك قاعده اللي هو القعده العاديه اللي هو بالباكج العادي بتاع القعده, كانك قاعده مع اصحابك عادي. حتى عشان كده من ضمن الحاجات ان احنا عملنا بروجكت قريب قوي اسمه خيط لي. البروجكت ده خاص بالبنات بتوع الكورس هنا اللي هم اتعلموا اوريدي تفسير والحاجات دي. فخلاص البنات ابتدوا, بس مش مجرد ان هم اتعلموا خلاص اخذوا التعليم بتاعهم وقعدوا بيه, لا بدأوا ان هم يوظفوا اللي هم اتعلموه في حاجه تانية. فكل واحده من هنا تعتبر فاشن ديزاينر صغيره بتتعامل معاكي بصفه شخصيه. فانت بتقعدي قدامها, انا عايزه فستان عامل كذا, شكله عامل كذا, طريقته عامله كذا, الكم كده, مش عارف ايه, كل التفاصيل الصغيره دي هي بتبتدي تعملها, تمام؟ فبتبقى قاعده فاهمه معاكي. حتى ممكن مجرد ما انت بتتكلمي قاعده بترسم اللي انت بتقوليه, فتلاقي ان هو عارفه فكره بسيطه لتحقيق الاحلام الصغيره. انت حلمك في فستان بسيط قوي, الحلم دوت في بنت هنا زيك زيها بتحققه.